كثيرا، لانه تذكر حضرتك خلال فتره حكم روحاني لم نجد تكبيلا حقيقيا لقوه الميليشيات او لتاثير الحرس الثوري في الشان العراقي من قبل حكومه روحاني. يعني تذكر التسريب اللي طلع من محمد جواد ظريف حول موضوع قاسم سليماني، اشتكى فيه ظريف بشكل يعني شبه معلن عن تغول دبلوماسيه قاسم سليماني العنفيه اذا صح التعبير على دبلوماسيته هو، وهو رجل الدبلوماسيه. يعني كان يقول بانه احنا كنا مجبرين في كثير من الساحات على ان نتبع قاسم سليماني بدل ان يتبعنا هو، باعتبارنا احنا من نقرر العلاقات الخارجيه لايران. فهذا هو الواقع ايام روحاني، ما بالك ما سيحدث ايام رئيسي. بالتاكيد حتى هذه الاعتراض البسيط من قبل حكومه روحاني على اداء الحرس الثوري سيختفي، يعني سيكون هناك توافق كامل بين سياسه الحرس وما يريده في هذه الفتره المتشدده، وبين رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية عفوا الممثلة بإبراهيم رئيسي توافق كامل، ونحن رأينا هذا التوافق بشكل أو بآخر أيام روحاني، وسيستمر هذا التوافق أكثر فأكثر في زمن رئيسي. لن يتبدل شيء، تغول مستمر على الدولة العراقية من قبل الميليشيات الإيرانية، سيطرة كاملة لهذه الميليشيات على الأرض. تبقى هناك قضية أساسية واحدة فقط ربما ستمنح الضوء الأخضر في داخل العراق، وهي قضية كردستان. يعني كردستان تم التحرش بها إلى حد بسيط لحد الآن. اليوم أنا سمعت خبر من أحد الأشخاص القريبين من السلطة الأمنية العراقية قال مسكنا مجموعة كانت على وشك قصف كردستان قبل أن تقوم بهذا القصف، ولم يعلن حتى الآن عن هذه المجموعة. فأعتقد بأن فترة رئيسي القادمة ستحمل ضغوطا اكبر على كردستان لكي تنضم الى بقيه المناطق التابعه بشكل كامل للنفوذ الايراني في داخل العراق. يعني بقيت كردستان فقط هي الوحيده العصيه على السيطره الايرانيه بشكل كامل في داخل العراق. باستثناء هذه المنطقه كل العراق الان ساحه مفتوحه للنفوذ الايراني من اقصى شرقه الى اقصى غربه، من الشمال الى الجنوب، على كردستان طبعا.